دلوقتي هعمل بلح الشام. طبعا انا قبل الهوا انا قلت لكم قبل كده ان بلح الشام بيستوي على مرحلتين علشان توصلوا للنتيجه اللي انتوا عايزينها. ايه هي النتيجه اللي انتوا بتبقوا عايزينها؟ ان بلح الشام يفضل مقرمش معاكم، ان بلح الشام ما يطراش، ان بلح الشام يبقى لو قعد لتاني يوم بيبقى عامل زي العجين، ان بلح الشام بنيجي ناكله نلاقيه مقرمش من بره لكن من جوه بيبقى عامل زي الحاجه المعجنه. كل دوت هنجاوب عليه النهارده. بس كده سقينا اهو، هنسيبها شويه في السيرب وبعد كده نشيلها. طيب عندي بصوا كده، ده بلح الشام اللي انا عملته قبل الهوا. اول مرحله، اول مرحله ده كده ما استواش، ده كده لسه هياخد تاني مرحله عشان ياخد اللون الحلو. الزيت عندنا على النار سخن، هبدا اعمل كده. بسم الله الرحمن الرحيم، عايزه اتاكد ان هو ماشي وهو سخن كده ونسقته على ما نشوف مقادير العجينه. ليه تقليبه البطاطس عايزاه يغمق شويه. طيب نونه هو لما يطلع هنحطه في سيرب، هي دي بقى المشكله، ان لما يطلع ما نحطوش في سيرب، لما يطلع ما نغطسهوش في سيرب، ولو هتغطسيه في سيرب ينزل ويطلع على طول عشان ما يشربش. طيب مقاديرنا تنزل بسرعه يا جمال عشان اوريهم العجينه شكلها عامل ازاي ونلحق نشكل. بسم الله الرحمن الرحيم، مقادير بلح الشام بتقول ان احنا معانا ايه؟ كيو كارد فين؟ طيب يلا. مقاديرنا بتقول ان احنا معانا كوبايه وربع من الدقيق، معلقتين كبار من النشا، والنشا دي هي اللي بتخليه مقرمش. واقول لكم على سر تاني كمان يخلي حبه بلح الشام معانا مقرمشه، معايا معلقتين كبار من سميد البسبوسه، ثلاث بيضات، وعصير ليمون. عصره الليمون دي اللي بتخلي البلح الشام مقرمش وفي نفس الوقت يفضل معاكي لتاني يوم بنفس قرمشته، ما يطراش معاكي وينز عسل. معايا ايه؟ كوبايه وربع ميه، دي حطاها على النار بتغلي، وهي بتغلي كده هروح منزله عليها ايه معلقتين الزبده ورشه الملح كده. ادي الميه اهي بتغلي، معاها الزبده، ده النشا، ده ايه؟ دي كوبايه وربع. تمام، نشا وكوبايه وربع، وادي السميد، وادي عصره الليمون، وادي البيض. نعمل كده مجرد وهي بتغلي كده اهو اروح منزله عليها الدقيق. بصوا تقليبه بطاطس، تقليبه بطاطس علشان كله يبقى واخد معاكي اللون الحلو اللي احنا بنحبه اللي في منتهى الجمال بالشكل ده كده. السيرب بتاعنا كيلو سكر نص لتر ميه، يعني ايه كيلو سكر؟ يعني ممكن تحطي 4 سكر عليهم 2 ميه. مقدار الميه نص مقدار السكر، مقدار الميه نص مقدار السكر. تعالوا بقى معايا كده، بصوا ادي الدقيق، وادي النشا، وادي السميد، مره واحده ودفعه واحده كده بالشكل ده، ومعلقه خشب في ايديكوا وكده. حد هيقول لي مقدار الدقيق مش اكبر من مقدار الميه؟ شوفوا العجينه هتبقى عامله ازاي وهتطلع معاكوا عامله ازاي. بصوا الحشوه اللي احنا هنحشيها النهارده كمان لبلح الشام عباره عن ايه. محتاجه شوكولاته خام دارك بيضه ودارك، ومحتاجه شوكولاته بيضه، ومحتاجه جوز هند، وعايزه سوداني، وعايزه فستق. الشوكولاته اللي احنا هنعملها مش هنحشي، ده احنا هنزين، يعني هاخد طرف كده بلح الشام وابدا ان انا احطه فيه، يكونوا متدوبين على حمام بخار. بصوا كده معايا بلح الشام، بصوا لونه غمق عن المكان اللي احنا مقطعينه، وادي العجينه اهي لمت معايا كويس. طيب هعمل ايه دلوقتي؟ انا هتلاحظوا ان انا حاطه 3 بيضات بس. حد هيقول لي 3 بيضات في بلح الشام مش قليل؟ لا مش قليل، مش قليل. ليه؟ علشان ما يسيلش معاكي وعلشان ما يطراش. البيض لما احنا بنعمل بيض بيطرى معانا، اما بنعمل بيض بيطرى. بصوا كده هعمل كده وهشغل كده، انا بطلع البخار اللي في بلح الشام اللي في العجينه علشان ما ينفعش لو حطيت البيض وهو شغال كده هيبدا ان هو يستوي، وانا مش عايزه حاجه زي كده. بصوا لون بلح الشام، هعمل ايه دلوقتي بقى؟ بصوا بصوا التكايه دي عشان يطلع معانا مقرمش. عندي مصفى، ناس كتير بتعمل الحركه دي ودي هي اللي بتضطر معاهم بلح الشام، بيروحوا مطلعين كده ويروحوا حاطين في السيرب،
بلح الشام سخن والسيرب بارد، هيشرب كتير ويرجع بعد كده ان هو يبقى عامل زي العجينه، وانا مش عايزه حاجه زي كده. احنا عايزين بلح الشام يفضل معانا مقرمش وناكله، ما يبقاش مسكر زياده عن اللزوم، ما ناكلوش ونلاقي بينز عسل. بصوا كده، بصوا شكله عامل ازاي. بنقلي على مرحلتين، بنقلي على مرحلتين، بصوا لونه فاتح اهو، دي اول مرحله. وبرضو افضل اقلب اكني بقلب بطاطس بالشكل ده كده، وبعد كده لما اطلع اطلع في مصفى، ما احطش في السيرب على طول. اهو حطينا، بقطع في زيت بارد يتحط على النار، يبدا ان هو يستوي معايا مع التقليب المستمر علشان كله يبقى لون واحد. طلعته بقى بالشكل ده. طيب بصوا انا حاطه في مصفى ازاي، العجينه بدات تهدى معايا. ليمون مع الثلاث بيضات، ليمون مع الثلاث بيضات اهم، حطيتهم مره واحده واشغل. الليمون ده بيديني قرمشه في منتهى الجمال، الليمون ده بيديني قرمشه في منتهى الجمال، جربوا ومش هتندموا. بصوا تقليبه بطاطس. طيب عندي ووك تاني زيت اهو، وده اللي هو البارد، ده اللي هو البارد. قطعي واركني في صاج، ما تحطيش على بعضه علشان ما يحنش من السخونيه بتاعته ويبدا يطرى، انا عايزاه يفضل مقرمش. طيب اللي انا طلعته بقى عندي السيرب اهو، بصوا هعمل ايه وهو في المصفى، مش عايزاه يتنقع، انا مش عايزاه يتنقع في السيرب اهو، يا دوب ان هو يتسكر من بره كده. انا مش عايزه العجينه من جوه تشرب سيرب، ليه؟ علشان ما تتراش واجي اكل بلح الشام الاقيه بينز عسل وبينزل عليا، لا انا مش عايزه الموضوع ده خالص. اهو كده كله شرب معايا اهو، والسيرب اللي ينزل ارجع احطه على الكميه اللي هتطلع تاني اهو كده. سامعين صوت القرمشه؟ بصوا عامل ازاي؟ ما شاء الله عليه. اللي على النار تقلبة بطاطس، يعني ايه تقلبة بطاطس يا نونة؟ يعني من فوق لتحت كده عشان يبقى كله لون واحد. اهو، ما يبقاش حتة استوت وفاتحة وحتة التانية غامقة بالشكل ده. طيب، عندي البلبلة بتاعت بلح الشام، وعندي كيس الحلواني. بلبلة بلح الشام يا نونة بتبقى عاملة ازاي؟ صنونها كتير. ركز معايا هنا كده يا جمال، هات كده قرب مني كده. السنون بتاعتها كتيرة، بصوا عاملة ازاي عشان تديني التضليع، عشان ده برضو سؤال جالي. احنا لما بنشكل بلح الشام ومجرد ما بينزل الزيت التضليعة بتاعته بتروح، ما بيبقاش باين ان هو بلح شام. دي بلبلة بلح الشام، دي بلبلة بلح الشام. هعمل كده دلوقتي، بصوا كده علشان اطلع التاني في السيرب اللي احنا عملناه. طيب هو احنا يا نونا هنرص ازاي الشوكولاته بقى ونزين ازاي؟ هوريكي دلوقتي وحدايتين بس، انا بصراحه هحط مكسرات على الوش وهوريكي كام واحده لما نعملها بالشوكولاته. بصوا كده ما شاء الله عليه عامل ازاي. بصوا تعالى يا جمال كده نفتح واحده من جوه، بصوا كده كده، بصوا بصوا سمعتوا صوت القرمشة؟ السيرب لما بيتحط فيه بلح الشام ويشرب منه بيطرى. احنا مش عايزين بلح الشام طري، احنا عايزين بلح الشام زي ما بنجيبه من بره، اللي بيعملوه بره في المحلات مش احسن مننا. نعمل كده اهو، ويا دوب نحط وحدايتين كده. حاضر، يعني هي الاتنين. بصوا بقى، بصوا هنا عندي سيرب اهو، رحت جايبه المصفى ورحت مطلعه الحبه اللي في الزيت كده بالشكل ده. بصوا كله لون واحد ازاي، سامعين صوت القرمشه؟ سامعين كده. طيب واروح جايه كده، والسيرب اللي اتصفى اروح عامله كده، سامعين بالشكل ده، واقلب كده اهو في منتهى الجمال العجينه بتاعتنا. بسم الله، وريتكم شكل البلبله، وهوريكم دلوقتي هنقطعه ازاي بطريقه سهله. انا مش عايزه اكتر من دقيقتين يا جمال.
خلي بالك ان انا لسه معاك. بصوا كده اهو. حاضر اديني بس ثانيه اوريهم التقطيعه عامله ازاي. يتقطع في زيت بارد، في زيت بارد مش في سخن. بصوا كده كده. بصوا المقاس اللي انت عايزاه والحجم اللي انت عايزاه. حد هيقول لي ده نازل رفيع اهو، هينفش في الزيت ما تقلقوش. تملي الوك كله وبعد كده تروحي مولعه النار. اول مرحله تطلعيه كله تسيبيه يبرد، وبعد كده ترجعيه لتاني مرحله على زيت سخن، هيطلع معاكي زي الفل. تقطيعه سهله وبسيطه جدا وما خدتش مننا وقت. طيب نطلع بقى ده كده.